انا بحب الغنى عشان فيه غنى كتير، عشان فيه ناس كتير بتغني. اي مكان فيه غنى ده بيسخني. يعني العالم، العالم جميل ومفرح، بس افرح بيه. وانا معظم الاغاني اللي غنيتها كنت نفسي فيها، ما كنتش غيري، هي دي عشق في حياتي الموسيقى. يهمني الانسان ولو ملوش عين، وحدي لكن وانسان وماشي كده. عايز اسالك انت وانسان بايه وانت لوحدك؟ انا حر يا اخي. الغنى في النوبه غنى سهل وسلس ولذيذ، وفي مناسبه وفي مناسبه الناس بتغني وبترقص. احنا عندنا فنون كتيره من الشمال ومن الجنوب ومش عارف، فانا اخترت ان تكون دي قضيتي. يمكن انا دايت في اي تجربه فنيه انا بعملها بحبها لدرجه الموت. فهو منير برضو عنده ميزه كويسه ان هو راجل مفتوح، وبدليل ان هو تعاون كتير مع اجانب يكون في فرق زي رومان بوفا. انا قابلت فرقه اسمها امبريو سنه 81، حبوني جدا جدا، رحبوا بي ان انا اشاركهم حفلات في المانيا. علمونا عينيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح. انا فاكر الحفلات واحنا على الستيج، يعني فاكر كان معانا بيس بلاير اسمه مايك كوكيوس، فكان بيلعب مثلا بيز من كتر الزحمه الناس بتطلع على الستيج، فهيبقى مش عارف يلعب ويزوق الناس بالجيتار. اي حفله بالنسبه لي كاني هغني لاول مره في حياتي، فبروح الستيج اللي هغني عليه دايما اعمل علاقه حب بينه. الاوكرانيين خدوهم على العالم العربي. ما نرضاش يخاصم القمر سماء، ما نرضاش تدوس البشر بعضها. حدوته مصرية، حدوته مصرية. قالوا لي ان يوم السبوع بتاعي وانا بعد ما اتولدت راحوا لازم يغطسوني في النيل سنتين كده ويطلعوني.